بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في هذه المحاضرة سيتم التكلم عن اتزان الأجسام الصلبة، وفيما كما هو واضح في العنوان Equilibrium of a Rigid Body of a Rigid Body. طبعا في هذا الموضوع إن شاء الله ملخص هذا الكلام أو هذه المقدمة، هذا المقدمة كامل يقصد بها أنه أو يقصد باتزان الجسم هو بأنه كما هو وضحنا في الخط هذا الأسود، حيث لاحظ هنا في الخطوط هذا السوداء المحبرة، بأنه في حالة إذا كانت جميع القوى المؤثرة على هذا الجسم كما هو موضح هنا في هذا المثال F1 F2 F3 F2 M1 F3، هذه القوى كلها مؤثرة على الجسم. إذا كان محصلة هذه القوى المؤثرة على الجسم اللي هي FR بيساوي اللي هو هنا FR بيساوي الصفر، وكذلك العزوم كذلك تساوي الصفر، فإن الجسم يكون في حالة اتزان أو استقرار. يعني جميع القوى اللي بتأثر على هذا الجسم وكذلك العزوم المسلطة عليه، سواء عزوم كانت عزوم عبارة عن قوة في ذراعها أو عزوم ازدواج، بتساوي الصفر. فإنه في هذه الحالة فإن الجسم يعتبر إيش؟ متزن أو في حالة اتزان. طيب هذا طبعا تكملة الشرح، إنه في حالة بيقول لك في السلايد الأول إنه في حالة لو كان اللي اشتغلنا عليها العزوم اللي أوجدناها عبارة عن متجهات اللي R في F، نفس الفكرة لابد إنه يكون المحصلة بتساوي كم؟ الصفر. طبعا الآن في حاجة اسمها الإكوليبروم إن تو دايمينشنز اللي هي اتزان أو الاتزان في اتجاهين أو في بعدين، وإحنا إن شاء الله بيكون شغلنا على أساس إنه الاتزان في حالة إيش؟ بعدين، أما في ثلاثة أبعاد فهو غير فأنتم غير مطالبين به. كما هو ملاحظ هنا مثلا في معنا هذه الطائرة، نلاحظ إنه عندما أحولها إلى مسألة في بعدين، إنه أنا طبعا الطائرة في معها حجم، في معها وزن الجناح لكل جزء فيها، لكن إحنا اللي بيهمنا الوزن الكلي للطائرة الذي بيعبر عنه أو بيتم وضعه في مركز ثقل إيش الطائرة اللي هي مكان إيش الدبليو هذا. وكذلك في معي هنا الاثنين تي هذا اللي يقصد بها، في معك عجلتين هنا أكيد للطائرة، عجلتين خلفيتين على نفس المحور، كل واحدة بتقاوم تي، يعني كل واحدة لها رد فعل. طبعا الثنتين بيكون مكانهم بحيث إنه كل واحدة تأخذ نفس الوزن اللي بتأخذه إيش الطرف العجلة الأخرى. وفي معنا العجلة الأمامية اللي هي إيش رمز لها بالرمز R. في هذا الحال أنا عبرت عن هذا المسألة والطائرة هذه والأحمال اللي فيها كأنها في اتجاهين، وزن ومعانا قوتين من أسفل إلى أعلى، وفي معي إيش الR، يعني البعد الثالث الزد غير موجود معانا الآن. لو جينا نأخذ هنا كأنه في معي X وفي معي هنا إيش Y اللي هو إيش Y. طيب الآن في معانا حاجة اسمها الفري بدي دايجرام اللي هو مخطط الجسم الحر. يقصد مخطط الجسم الحر، هذا يقصد في مخطط الجسم الحر هنا الخط اللي هو المظلل هذا، انه عبارة عن مخطط الذي يوضح الجسم وما هو عليه او جميع القوى المؤثرة ايش عليه، سواء كانت قوى او كانت ايش عزوم. هذا يقصد مخطط الجسم الحر. طبعا قبل أن ندخل في كيفية رسم مخطط الجسم الحر، نبدأ أولا في أشياء بتهمنا، في حاجة اسمها Support Reactions اللي هي ردود الأفعال أو ردود الأفعال كما إن شاء الله بتتضح الآن. طبعا ردود الأفعال هذا أو الركائز بنسميها، في معانا أشكال معينة، كل ركيزة أو كل مفصل من هذه المفاصل بيقاوم قوة معينة. مثلا معانا أول مفصل اللي هو الرولر، الرولر هذا المتدحرج نسميها الركيزة المتدحرجة، هذا الركيزة المتدحرجة شبيهة كأنه في معك يعني زي ما قلنا إنه الركيزة المتدحرجة هذا كأنه في معك كأنها زي العربية. هذا لاحظوا إنه هو إيش شكل إيش دائري والأرضية حقه إيش منبسطة، يعني بتقاوم كما في الرسمة هذا الموضحة كأنها رد فعل إلى فين؟ إلى أعلى فقط، يعني وزن العربي أو وزن هذا الجسر بيستند على من؟ على هذا الركيزة، على التائر يعني وزن العربي. لكن
الحركة الأفقية، هذا الحركة الأفقية، هذا الركيزة ما بتقومش، يعني بتدحرج ماشي زي الكرة بتمشي. بالتالي هذا النوع من الركائز الرولر أو المتدحرج بيقوم رد فعل واحد اللي هو إيش؟ رأسي فقط، عمودي على إيش؟ على الركيزة. أما الأفقي ما بيقوم. طبعا في معانا هنا مجموعة من الركائز، طبعا اللي الأغلب اللي بنواجهها في شغلنا في هذه المادة وفي مستواكم الحالي. اللي في معانا الركيزة رقم 2 اللي هي البن أو الهنج يسموها، أو المفصلي يسمى هنج، أو بالإنجليزي يسمى بن، مفصلي. هذا الركيزة لاحظوا كيف شكلها، بتكون في معاك كأنه مسمار هنا ومسمار هنا، معناته أنا ضمنت إن الحركة الأفقية هذا كم؟ صفر، ما بتقاومهاش. وبتقاوم بنفس الوقت وزن الجسم هذا، هذا بتقاوم الركيزة إلى فين؟ إلى أعلى. إذا بتقاوم البن أو الهنج بتقاوم قوتين، قوة في محور إكس وقوة في محور إيش؟ واي. تمام. طيب الآن في معنا ركيزة إيش؟ ثالثة اللي هي الفيكس سبورت، اللي يسموها الثابت، يسموها ركيزة إيش؟ ثابتة. هذا الركيزة من بحسب شوف كيف شكل الركيزة، كيف بيكون شكلها في الواقع. القوة اللي بتقاومها هذا الركيزة أو اللي بتعمل لها ردود أفعال بتقاوم قوة إلى أعلى وقوة أفقية، وكذلك إضافة إلى من؟ إلى العزوم. يعني بتقاوم ثلاث قوة، قوة أفقية وقوة رأسية وعزم. أما البن بتقاوم قوتين فقط اللي هي قوة أفقية وقوة رأسية، والرولر اللي كانت قبل هولا بتقاوم فقط قوة إيش؟ رأسية أو قوة واحدة. طبعا هذا جدول أو مخطط بيوضح أنواع كثيرة من الركائز. أكثر ما بيهمني أنا هنا هذا الركيزة، لاحظوا إنه هذا الآن الركيزة زي المجرى، بتتحرك أفقيا لكن رأسيا ممنوع، لأنها بتقاوم إيش؟ عن طريق الحديد هذا اللي هي هنا موضحة. هذا في معانا عليها إيش؟ مثال. طبعا هنا في معانا الآن مثال بيقول لك ارسم draw the free body diagram، ارسم مخطط الجسم إيش؟ الحر لهذا إيش؟ الشكل. في معانا هنا زي الحديدة مثبتة فين؟ في جدار، هذا إيش؟ الجدار. طبعا الجدار إذا في ركيزة أدخلناها، يعني زي المسمار خزقناه في جدار، أو ماسورة أدخلناها في جدار وليسنا عليها وسمتنا، كأنها أصبحت فيكست. فأكيد طالما أنها فيكست في معاها بتقاوم، هنا لاحظوا بتقاوم قوة أفقية، هذا قوة أفقية إي إكس نسميها، تمام. في معنا قوة رأسية بنسميها إي واي، وفي معنا كذلك إيش؟ عزم اللي هو إيش؟ بنسميه إم إيه. تمام أوكي. طبعا في معي هنا قوة، هذا الآن العتبة أو الجسر الحديدي، في معنا 1200 هذا قوة، وفي معي وزنه هنا بيكون في المنتصف، وزن إلى أسفل، هذا الآن مخطط الجسم الحال وزنه إلى أسفل، ومعي هنا قوة وهنا وزن إلى إيش؟ إلى أسفل، ومعي هنا ردود الأفعال، هذا القوة إلى أسفل، لابد أن يكون رد الفعل هنا لا فين؟ إلى أعلى. واتجاه الـ EX طبعا ما بيهمنا لأنه ما في شيء قوة فوقية، إلا فقط أنه بيقاوم إيش؟ ما تنسحب إيش؟ الماسورة. في معاك إيش؟ عزم، لأن هذا القوة الـ 1200 بتعمل تدوير بهذا الشكل، وهذه بتقاومها على مدى يظل الجسم في حالة إيش؟ نفس الكلام في هذا الآن الماكينة اللي تستخدم مثلا قد تكون في الصبة وغيره. نلاحظ هنا في معك قوة اللي هي رجل العامل بتضغط إلى إلى أسفل، طبعا هذا الآن بتضغط إلى أسفل، أكيد إن الزنبرك هذا بيحصل له شد، بيحصل له شد بهذا الاتجاه. طبعا الزنبرك بيقاوم بالاتجاه المعاكس، بيحاول إنه يرجع القوة. نفس الكلام هذا الآن الماسورة بتتعرض لقوة إيش؟ شد بهذا الشكل، ولكن الماسورة بتقاوم الشد في الاتجاه الإيش؟ المعاكس. إذا القوة اللي على الماسورة هنا، هذا الآن قوة شد في الاتجاه المعاكس، وهنا قوة شد في الاتجاه المعاكس. وهنا طبعا هذا الآن لاحظوا هذا الآن هي قوة مائلة بتكون الـ EX، بس بيكون معاها مركبة في اتجاه X ومعاها مركبة فين؟ في اتجاه Y، فهي عبارة عن EX و A Y. هذا الآن مخطط الجسم. هنا نفس الكلام، وفي معانا الرافعة هذه اللي تستخدم في أعمال البناء، في معاها وزن. هذا الآن هنا طبعا بتعمل الحمل اللي معك، وبيكون هذا الحبل اللي بيرفع، هنا حبل في معك يرفع اللي هو هذا بيرفع. وفي معانا هنا ركيزة تثبيت، هذا الركيزة في لها رد فعل أكيد بتقوم. في معي الآن لو جينا نمسك لهذا، لو في معي وزن هنا، الوزن هذا إلى أسفل، تمام، هذا وزنه. طبعا هذا إلى أسفل بيعمل دوران هنا يحاول يقلبه. في معي هنا حبل، هذا الحبل أكيد إنه بيقوم إيش؟ شد إلى أعلى، يعني ما يمكن حبل ينضغط، بيشد إلى أعلى، فبالتالي بسبب الحبل اللي بيشد هذا إلى أعلى بيسبب لي قوة بهذا الاتجاه.
وزن هذا بيسبب لي قوة إلى فين؟ إلى أسفل. إذا هذا القوة اللي بهذا الاتجاه لابد لها من قوة إيش؟ معاكسة، على ما يصبح الجسم متزن ما ينكعش الرافعة هذا. وهنا في معي وزن إلى فين؟ قوة إلى أعلى، بتقام وزن من؟ وزن الرافعة هذا، أو وزن الجملون هذا، أو الترس هذا. هذا يسمى مخطط الجسم الإيش؟ الحر. طب الآن في ندخل في شيء اسمه equation of equilibrium اللي هي معادلات الاتزان، اللي هي معادلات الإيش؟ الاتزان. طبعا معادلات الاتزان يقصد بها إنه إيش المعادلات اللي بتضمن لي إنه العنصر هذا بيكون في حالة إيش؟ اتزان، يعني ما بيحصلش، ما بينكعش، يعني مثلا زي الرافعة الماضية ما يحصلش إيش؟ إنها إيش؟ تنكع مثلا. واضح الآن؟ إذا هي المعادلات اللي بتضمن لي إن العنصر هذا في حالة اتزان أو سكون، يعني ما بيكونش، يعني ما بيتحركش، ما بيجلسش متحرك واصل أو واقف واصل. في معي أول هيئة، طبعا في معي ثلاث اتزان للمنشآت المحددة استاتيكيا، ثلاث معادلات اتزان. أولا جميع القوى في اتجاه إكس بيساوي صفر، ثانيا جميع القوى في اتجاه واي المفروض تساوي إيش؟ صفر. بعدين العزوم حول أي نقطة بتساوي كم؟ صفر. هذه صيغة ممكن استخدمها ولا ثلاث بحسب طبيعة إيش المسألة، استخدمها ولا ثلاث المعادلات. في معي كذلك صيغة أخرى اللي هي إنه آخذ مجموع القوى في اتجاه إكس بيساوي صفر، وآخذ العزم عند نقطة معينة اسمها إي، ثم آخذ العزم عند نقطة ثانية اسمها إيش؟ بي. نفس الكلام هذا بتضمن لي بحسب طبيعة المسألة، بتضمن لي إنه يكون الجسم في حالة إيش؟ اتزان. ممكن آخذها كلها إيش؟ عزوم حول نقطة، والبي حول، آخذ العزم حول نقطة ثانية، وآخذ العزم حول نقطة إيش؟ ثالثة بحسب طبيعة المسألة. هذا طبعا بروسيور فور أناليسيس، التحليل تتضح ان شاء الله في هذا ايش المثال. طبعا في هذا المثال ايش المطلوب؟ Determine the horizontal and vertical components of reaction on the beam caused by the pin at P. ايش منك ايجاد ردود الافعال على من؟ على هذا العنصر هنا عند الركيزة A، ومعك عند الركيزة من؟ B. هذا ردود الافعال. ايش منك قيمها كم؟ بحيث ان المنشأ هذا يظل متزن في مكان واقف، ما يتحركش الى اسفل او يتحرك الى ايش؟ اليمين او اليسار. طبعا اولا نوع الركيزه ايه لو تلاحظوا انها ايش؟ من نوع رولر، يعني مش مثبته زي البي. شوفوا البي كيف البي هنا، كيف المسمار هنا، هذا المسمار وهذا المسمار، هنا ما فيش اي مسمار، معناته هنا بتسمع بالحركه الافقيه والراسيه، لا يعني وزن العنصر هذا بيكون على من؟ على هذا الركيزه. اذا هذا لابد انها تقاوم ايش؟ وقوه الى فين؟ الى اعلى. وهذا نفس الكلام بتقاوم قوه الى اعلى، الوزن اللي بيجي هذا القوه هذا وهذا، وفي نفس الوقت مع قوه ايش؟ افقيه. انا مش عارف طبعا اتجاهات القوى هذا، ممكن اذا مش عارف لا عادي تفرضها باي اتجاه. بالاخير عن طريق المعادلات بنعرف انه كيف نعرف اني فرضي صح او غلط. طبعا فنبدا هنا الان المجاهيل اللي معي في المساله، معي اي واي هذا اول مجهول قلنا فرضناها الى فوق، معنا بي واي فرضناها الى فوق، والبي اكس فرضناها الى من اليمين الى اليسار عادي. الان نبدا معادلات الاتزان اللي معي. طبعا دائما نأخذ في الأغلب يفضل أنه نأخذ معادلات الاتزان عند النقطة اللي فيها أكثر مجاهيل، يعني العزم عندما أشتي أخذ عزم عند أي نقطة أخذ العزم دائما عند النقطة، بحيث أنه عند هذا النقطة، عند النقطة بيكون إيش؟ يلغي لي القوة اللي عندها، المجاهيل اللي عند النقطة نفسها. فمثلا هنا الآن في معي أنه في اتجاه X ممكن أقول مجموع القوى في اتجاه X بيساوي الصفر، صح؟ هذا أول معادلة. إيش في معي من قوى في اتجاه X؟ معي أنا 6% هذا، شوف هذا 6% أكيد معاها مركبة في اتجاه X، معاها مركبة في أين؟ في اتجاه Y، ثنتين في 600 هتكون هنا 600، هذا الآن 600 في كم؟ هنا كما وضح 600 في كوسين 45، ومعي هنا 600 في ساين كم؟ 45، قوتين الأفقية والرأسية. فالأفقية طبعا بحسب اتجاه السهم بتكون بهذا الشكل. إذا الـ BX هتكون 600 في كوسين 45 كما هو موضح هنا، ناقصا البي اكس انا فرضتها بهذا الاتجاه بتساوي الصفر، المفروض ان هذا القوه بتساوي كم؟ صفر. المجهول الوحيد في هذا المعادله من؟ بي اكس. طبعا لاحظوا ان طلعت اشارته بالايش؟ بالموجب. لو طلعت الاشاره هنا بالسالب بالماينس فمعناته ايش بيقول لي؟ قيمتك صح، لكن اعكس اتجاهك، الاتجاه اللي فرضته انت هذا غلط غير سليم، يعني بيكون بيقول لك اعكس الاتجاه فقط. واضح؟ طيب هذا اول مجهول وجدته. الان في معي مجهولين اي واي وبي واي. أنا ممكن أخذ العزم عند النقطة B هذا، تمام؟ أو ممكن أخذ العزم عند النقطة من؟ A اللي يعجبك. مثلا هنا في هذا المثال أخذ العزم بين
عند النقطة من بي، أخذ العزم عند هذا النقطة، فما يكون مي، يكون معك إيه واي في الذراع حقها من هنا إلى هنا إلى عند النقطة من بي، اللي هي المسافة هذا كامل. المسافة هذا إيش كامل؟ عتكون اثنين وثلاثة واثنين، اللي هي عبارة عن كم؟ سبعة، اللي هي هذا. شوفكم عتكون، فأخذ ال إي واي، طبعا هو هنا أخذها إي واي في كم؟ في سبعة. طبعا الدوران هنا لاحظوا أنها بتدور إيش؟ مع عقارب الساعة، إذا إشارتها إيش؟ سالب. وبعدين أخذ المئة، هذا المئة مضروبة في البعد حقها من هنا إلى هنا، كم هو؟ اثنين، اللي هو مئة في كم؟ مئة في اثنين. وبعدين أخذ الساين هذا الآن، اللي هي هذا، هذا الساين 600 في ساين 45 في البعد حقها من هنا إلى هنا، كم تطلع؟ 600 في ساين 45 اللي هي عبارة عن 3 زائدا كم؟ 2، يعني 5، تكون معك 600 في ساين 5. طبعا بتدور ايش؟ عكس عقارب الساعة، إذن الإشارة حقها بتكون ايش؟ موجبة. ما عاد فيش معانا، بقي معانا فقط هنا اللي هي 600 في ايش؟ في كوساين 45 في الذراع حقها، اللي هي البعد هذا من هنا إلى هنا، هذا البعد اللي هو كم؟ 0.2، فضربها فيها في 0.2، طبعا بتسبب لي دوران مع عقارب الساعة، إذا إشارتها بتكون إيش؟ سالب. واضح؟ طلعت معنا المجهول الوحيد من؟ طبعا هذا المفروض يساوي كم؟ صفر، فيكون معك المجهول الوحيد من؟ إي واي. طيب الآن عاد باقي نقول له مجموع القوى في اتجاه واي بيساوي كم؟ صفر. ما عاد فيش معي إلا مجهول إيش؟ واحد، اللي هو الإي واي معلوم معي. بقول إنه الإي واي إلى فوق كم قيمة الإي واي؟ 319. الإي واي إلى فوق ناقصا 600، اللي هي كم؟ 600 في ساين 45، 600 في ساين 45 ناقصا المئة، ناقصا المئتين اللي فوق القوة بي نفسها زائدا البي واي تساوي الصفر، يطلع معك إن البي واي كم؟ 405. خلاص أنا الآن أوجدت جميع ردود الأفعال، بذلك أكون حليت المسألة. طبعا الإشارة قلنا لكم طلع هذا بالسالب، معناته إنه أعكس فرضك، القوة بدل ما هي إلى فوق البي واي ترجع إلى فين؟ إلى أسفل. تمام. طبعا هذا مثال آخر، نفس الكلام، المطلوب منك إيجاد ردود الأفعال عند الركيزة من إيه. طبعا عند إيه لاحظوا إنها إيش؟ مثبتة بن، ما فيش أي دورة، فيكون معك رد فعل إلى فوق ومعك رد فعل إلى فين؟ إلى أسفل بهذا الشكل. تمام، تفرضها زي ما تشتي، فيكون معك، وفي معك هنا رد إيش؟ رد فعل، نفس الكلام عند البي في معك رد إيش؟ رد فعل. فإحنا الآن إيش اللي بنعمله؟ بنأخذ العزم عند من؟ حول النقطة من؟ إيه، ممكن أخذ العزم عند النقطة إيه، هيكون معك الـ NP، هذا الـ NP مجهول طبعًا، مضروب في كم؟ في هذا الذراع، كم هو الذراع هذا؟ اللي هو 75، هيكون معك العزم حول النقطة إيه، هيكون معك بيساوي المفروض يساوي الصفر، هذا أول معادلة، هيكون معك سالب 90 اللي هي هذا العزم اللي نسميه إحنا العزم المركز اللي هو عزم الإزدواج، نأخذ قيمة ما نضربه في ذراعه، من سالب 90، ومعك 60 في كم؟ هذا الآن 60 مضروبة في ذراعها، كم الذراع من هنا إلى هنا؟ كم بيكون؟ 1 متر، تكون 60 في 1، طبعا تدور مع عقارب الساعة، إذا إشارتها إيش؟ سالبة. زائدا الـ NB هذا معروف، الـ NB في كم؟ في 0.75، هذا المفروض يساوي صفر، يطلع معي قيمة من؟ الـ NB. الآن أجي أقول له إنه المجموع القوى حول X بيساوي صفر، طبعا الـ AX كثير معروف، هذا الـ AX مثلا هنا في هذا المثال فرضها بهذا الشكل، هذا الـ AX من هنا إلى هنا. معك هنا قوة ايش؟ مائلة، هذا القوة المائلة لو جينا احنا كملنا كذا وهذا كملنا كذا، هذا بتكون معك 30، وهنا معك هذا القوة بيكون معها مركبة موازية كذا، معها مركبة فين؟ بهذا ايش؟ الشكل. انا الان اللي بيهمني اللي هي ايش؟ الاكس حقي، اللي بتكون ايش؟ الاكس حقي اللي هي بتجيب هذا ايش؟ الشكل، اللي هتكون معك اي اكس ناقصا 200 اللي هي مقدار الـ NB اللي اوجدناه، 200 في ساين كان 30، لأنه هنا بيكون كوساين اللي هو المقابل، إحنا نشتري البعيد اللي هو إيش؟ الساين، فيطلع معي يساوي الصفر، ويكون معك الـ AX 100، بعدين نقول له مجموع الـ FY بيساوي الصفر، ويكون معك AY اللي هنا AY اللي هي AY في هنا طبعًا الـ AY ناقصًا الـ 200 في كوساين 30 ناقصًا إيش؟ 60 هذا، في معي إيش؟ 60، يساوي الصفر، يطلع معك إن الـ AY بيساوي كم؟ 233، بذلك أكون قد أوجدت الأفعال كاملة. طبعا هذا المثال نفس الكلام، هذا يكون شكل المثال، في معك هنا فيكست
هنا في معاك فيكس، كانت الركيزة فيكس على أساس قوة إلى أعلى، وهنا قوة فوقية، ومعاك إيش؟ عزم. إذا بيكون معاك 3 مجاهيل دائما، بحسب عدد المجاهيل يكون معاك معادلات، يعني ما يزيد عدد المجاهيل في المسألة عن 3، لأنه عدد المعادلات اللي هي مسموح لها كم؟ 3. والقاعدة الرياضية تقول إنه بعدد المعادلات يكون عدد إيش؟ المجاهيل. فمعنا هنا المجهول معي اي واي واي اكس وام. طبعا هنا معك قوة مائلة وهنا قوة مائلة، طبعا هذا القوة المائلة بيكون معها مركبة هنا ومعها مركبة هنا، وهذا نفس الكلام مركبة هنا على المحور واي ومعها على المحور ايش؟ اكس. طبعا الآن اجي اخذ العزم حول النقطة من ايه؟ ما يوجد لي، اوجد لي العزم اللي هو معي انا عزم ايش؟ خارجي، اللي هو هذا الام ايه، هذا العزم هذا حيكون معك. طبعا ممكن تقول له مجموع الاف اكس بيساوي صفر، عادي تبدأ بالمعادلة، تبدأ باللي يعجبك اف اكس او تبدا باف واي، اهم شيء انه يوجد لك ايش؟ مجهول. تبدا بمجموع الاف اكس بيساوي صفر، معك الاي اكس، معك اي اكس ناقصا 52 في 5 على 13 اللي هي هذا القوه معروفه، زائدا 30 هذا في كوساين 60 بيساوي صفر، تطلع معك الاي اكس. والاف واي تقول مجموع الاف واي بيساوي صفر، الاي واي ناقصا 52 في 12 على 13 معروف القوه الرئيسيه، ناقصا 30 في ساين بيساوي صفر، تطلع معك الاي واي. تجي تاخذ العزم عند الام اي، عند الام اي حيكون معك الام اي هو عزم خارجي مجهول اساسا، حيكون معك الام اي انت فرضت انه بيدور ايش؟ عكس عقارب الساعه، فرضناه انه بيدور عكس عقارب الساعه، حيكون ام اي موجبه ناقصا 52 مضروبه في كم؟ في المسافه اللي هي 52 هذا مضروبه في المسافه هذا من هنا الى هنا اللي هي 0.3، بتدور مع عقارب الساعه اذا اشارتها ايش؟ سالبه، ناقصا 30 ساين 60 اللي هي هذا 30 في ساين اللي هي هذا القوة، هذا القوة من هنا البعد إلى هنا اللي هي 30 في ساين 60 مضروب في البعد من السي إلى فين؟ إلى عند النقطة A اللي هي بوينت 3 زائد متر بوينت 4، يطلع معك بوينت كام؟ 7. هذا المفروض يساوي الصفر، يطلع معك إنه الإم إيه بتساوي المجهول الوحيد إم إيه، بيكون الإم إيه بتساوي 32.6. نفس الكلام لو طلعت الإشارة سالب معناته أعكس إيش؟ اتجاه العزم. وبذلك أكون قد أوجدت هنا إيش جميع ردود الأفعال المطلوبة. طبعا هذا المثال واحتمال قد هو المثال الأخير، لا عاد في مثال بعده نفس الكلام، يقول لك إنه إيش منك ردود من الأفعال. طبعا هنا لاحظوا في معي هنا نوع الركيزة ما هو فن، لأنه ما فيش رولر، ما فيش متحرك، ما فيش حاجة بتوريك. شوف هنا في متحرك، شوف تعرف إنه هذا بيتحرك هنا بيمشي عادي، لكن رأسي في مقاومة هنا في معرض الدفع، فالمطلوب رد الفعل هنا 1 2، وهذا ايش؟ الثالث. طبعا هنا ال ان بي سماها ان بي نورمال، لانها عمودية على من؟ على السطح المائل. ال ان بي بتكون معك الزاوية هنا تتحول هذا 30 الى هنا 30، لانه هذا لو جينا ننزل كذا هذا حتكون المكملة حقها كم؟ 60. وبعدين هذا الان معك حقنا القوة اللي هي هذا اللي هي كم؟ ال ان بي، هذا الان بتكون 60، هذا 60 تمام، وهذا المكمل حقها كم؟ 30 اللي هو هذا ايش؟ الشكل. حيكون معك مركبة في اتجاه واي ومركبة في اتجاه من؟ اكس. الان انا ممكن اخذ العزم حول النقطة من؟ اي، بس حيكون معي 2 ايش؟ حيكون معي طبعا حول الاي، بيكون ناخذ العزم انه عند الاي بيساوي كم؟ الصفر. فقلنا بناخذ العزم عند النقطة عند الـ A بيلغي لي 2 ايش؟ مجاهيل عند النقطة من A. فيكون في معي الآن قوتين عبارة عن ان بي، هذا الآن القوة الـ ان بي في كوساين 30 اللي هنا، ان بي في كوساين 30 مضروب في البعد من هنا إلى بين إلى هنا اللي عبارة عن 6 متر، 3 زائد 3 6، هذا بيكون ناقصا، طبعا هذا بيدور ايش؟ عكس عقارب الساعة، إذا ايش؟ بيكون الدوران عكس عقارب الساعة حول النقطة A، بالتالي بيكون ايش؟ موجب. ناقصا ال ان بي، هذا الان ال ان بي مضروب في كم؟ في البعد من هنا الى بين الى هنا اللي هو 2 فت، ال ان بي في ساين 30 في 2 فت، ناقصا طبعا هذا الان معك ال 75 مضروبه في البعد من هنا الى هنا اللي هي 3 فت، طبعا بتدور مع عقارب الساعه، فبالتالي حتكون ايش؟ سالب، تساوي الصفر، يطلع معك قيمه ال ان بي. الان تجي تقول مجموع الاف اكس بيساوي الصفر، يطلع معك ان الاي اكس ناقصا ال ان بي في ساين 30 اللي قد وجدناها، لان بي 536.2 في ساين 30 بيساوي صفر، تطلع معك الاي اكس.
بعد نجمع له باي بيساوي الصفر، معك ال اي واي الى اعلى، ال اي واي مجهولة، زائدا ال ان بي في كوساين هذا القوة اللي هنا الرأسية، ان بي في كوساين الثلاثين ناقصا هذا اللي هي ايش 750 القوة بيساوي صفر، طلع معك ال اي. هذا المثال نفس الكلام الان يقول لك determine the support reactions on the member in figure the، طبعا نفس الكلام مش منك ردود ايش الافعال. طبعا هنا هذا الان لاحظوا انه في ايش في عند البي في زي التواير معناته بتتحرك افقيا، لكن راسيا معناته ايش ما بتمنع، اذا هي من نوع رولر كما هو موضح ايش هنا لاحظوا قوه فقط راسيه. هذا الان المنزلق هذا، هذا اللي بينزلق، هذا اللي هنا المنزلق هذا، هذا الايه هذا اكيد بيتحرك لا فوق، بيتحرك الى فوق بيسمح بالحركه فوق، لكن الحركة الأفقية ما بيمنعها أكيد، إذن بيقاوم قوتين. طبعا لو أشتي أدوره، لو أشتي أعمل له تدوير هل ممكن أنه ينخلع؟ لا، إذن بيقاوم العزم. إذن في معي هنا كما هو في هذا الشكل بيقاوم قوة أفقية ويقاوم إيش عزم. إذن في معي قوة أفقية وعزم عند النقطة A، ومعي رد فعل إلى أعلى عند النقطة من B. طيب أنا ممكن على طول أجي أقول له مجموع القوى في اتجاه X بيساوي كم؟ صفر. اجي معي عند ال A ايش في معي مجهول A X، ال A X هل في اي قوة افقية هنا في المسألة؟ ما فيش، ما في اي قوة، اذا بتساوي كم؟ صفر، ال A X مقاومتها صفر. طيب اجي اقول له مجموع ال F Y بيساوي كم؟ الصفر. في معي عند ال F Y ايش في معي؟ معي اي قوة F Y؟ معي N B، هتكون N B الى فوق، في معي ال N B الى فوق، وفي معي 900 الى فين؟ الى اسفل، اذا N B موجبة ناقصة 900 الى اسفل بيساوي الصفر، يطلع معك ان ال N B بيساوي كم؟ 900. طيب الآن بقي معي العزم الأخير، آخر مجهول معي من العزم هذا اللي بالأزرق، إيش اللي بعمله؟ بقول له مجموع الام عند النقطة من A، إنه العزم عند الـ A، ما أنا أشتي هو أقول العزم عند النقطة A بيساوي الصفر، طلع معك إنه الام A أنا فرضته هنا بيدور عكس عقارب الساعة فرضت في المسألة هذه، إذن بيكون موجب ناقصا 900 اللي هذا 900 وهذا 900 مضروبة في البعد من هنا إلى عند الركيزة A اللي هي 1.5، 900 في 1.5 ناقصا طبعا 500 اللي هي ايش العزم هذا اللي هو بالازرق المركز عند ال 500 جاهز بيدور معاه قرب الساعة بيكون اشارته ايش سالب، زائدا 900 في كم اللي هي ال ان بي، 900 هذا اللي هي ال ان بي اللي هي من ال ان بي، ال ان بي في كم في البعد من هنا، شوفوا الآن من هنا إلى هنا كم بيطلع؟ 1.5 زائد 1.5 3 زائدا هذا البعد، أنا اشتري البعد الأفقي هذا كم بيكون؟ عبارة عن كم؟ هذا الزاوية هي نفسها كم؟ 45، تكون معك كوساين 45 زائدا 1 اللي هو هذا البعد معروف اللي هو هذا حق الوتر، هذا الآن تشكل معك مثلث زي المثلث، معك مثلث من هنا إلى هنا هذا المجهول، هذا البعد من هنا إلى هنا معروف مقداره كم؟ 1، وهذا الزاوية كم؟ 45. فأنا الآن إيش البعد هذا؟ يكون كوساين 45 بدي لي هذا، عبارة عن المجاور اللي هو هذا المجهول حقي الإكس على الوتر اللي هو 1، تضرب وسط من طرفين يطلع معك إنه كوساين 45، الأم إيه من هنا يطلع معنا 1.49، طبعًا إشارته إيش؟ سالب، معناته أنا فرضت إنه بيدور عكس عقارب الساعة، قال لأ، هو بيدور مع عقارب من الساعة، واضح؟ الآن بقي معي مجهول، ما هو؟ عاد في معي مجهول، ما عاد فيش خلاص، أنا أوجدت كامل المجاهيل. هذا طبعاً المحاضرة، محاضرة اليوم، وإن شاء الله طبعاً في معنا هذا الواجب، الله يكون في عونكم، وإستفسار أنا مستعد.